أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، وإذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، وإذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد يوسف الصحابي في حي مصر الجديدة بالقاهرة، نعيش هذا اللقاء الإيماني الثالث ضمن الأسبوع الثقافي السابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية نشراً للثقافة وارتقاءً بالوعي المجتمعي، برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب له التوفيق والرشاد في خدمة كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا يحمل عنوان خطورة الانحراف الأخلاقي والفكري. يبدأ بتلاوة للقارئ الشيخ وليد عبية، ويحاضر فيه علمان قمران نيران، نجمان في سماء الدعوة الإسلامية. عن يميني أستاذنا المفضال الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعلى يساري فضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة في مديرية أوقاف القاهرة. يختتم بابتهال من المبتهل الشيخ عبد الله بدران. يحضر هذا اللقاء من علماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود عبد الباقي عبد الرحمن، مدير إدارة النزهة، وفضيلة الدكتور حمادة جابر قيناوي إمام المسجد، وفضيلة الشيخ ربيع الليبيدي من تفتيش الوزارة. أيها الأحبة الأكارم، أراد الله تبارك وتعالى أن يكون له خليفة في الأرض، فاصطفى آدم وذريته وكرمهم بنعمة العقل، وجعل العقل مناط التكليف، وأمر بإعماله والتدبر في خلق الله للوصول إلى الله تبارك وتعالى بأدب التفكر والتدبر، وبعث الله النبيين والمرسلين وأنزل الكتب بالهداية والمنهاج. قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت،
وقال لنا جميعا: فاستقيموا إليه واستغفروه. لذلك العاقل أيها الأحبة من استقامت طاعته لله إخلاصا، واستقامت أفكاره لله انضباطا، واستقامت أخلاقه لله إحسانا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، كان من هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من غيره. قال يوما لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود، اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ وليد عبية، أسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم صدق الله العظيم. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ وليد عبية، ونحن هنا في مسجد يوسف الصحابي في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، نعيش اللقاء الثالث ضمن الأسبوع الثقافي السابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، قال حكيم لابنه يوما: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، شرح الله صدره ونفعنا بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن قوام أديان السماء وخاتم تلك الأديان الذي جاء به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم يقوم على الأخلاق. الأخلاق كلمة جامعة تشمل كل معاني الخير والكمال والإنسانية التي أنعم الله بها على عباده. وأنت قد تجد بعض الناس يختلفون فيما بينهم في أمور ربما تكون محلاً للاختلاف أو لتعدد وجهات النظر، لكنك إذا ما ذهبت إلى جانب الأخلاق تجد أن هذا الجانب من سلوك البشر محل اتفاق من الجميع، لا يكاد اثنان يختلفان فيه، ولا يكاد رأيان يشطان في الوقوف عنده وفي تحديد كنهه وماهيته. ولذلك كان من تمام نعمة الله على الإنسانية أن أرسل سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم
حقيقة دعوته ولخصها في هذا الجانب من الجوانب الإنسانية التي تنزع بالناس نحو الكمال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظر إلى الإنسان في أي مكان وفي أي زمان، لا تجد اثنان من بني البشر يختلفان في أن الكذب حرام وأنه نقيصة، وأن سوء الأخلاق ذميمة، وأن أكل أموال الناس بالباطل منقصة وجريمة. أي صفة أخلاقية تجد الناس متفقون حولها؟ بل ربما تعلو الأخلاق على ما يظهره بعض الناس من شعائر دينه. فأنت إذا وجدت شخصا يظهر من شعائر الدين ما يدل على أنه طائع لله ومقيم على شعائر هذا الدين، إذا ما وجدت هذا الإنسان في موطن من مواطن السوء أو رأيته في جانب من جوانب الانحراف، فأنت تفقد الثقة فيه وفي ادعائه أنه متدين أو أنه عابد لله عز وجل. الدين الحق لا يظهر إلا في الأخلاق، والأخلاق لا تظهر إلا في العمل. ولذلك جعل الله عز وجل مكارم الأخلاق سمة أخلاقية فطرية. إذا اختلف الناس فيما بينهم في الأديان فلهم أن يختلفوا، فإن الله قد أعطاهم هذا الحق، وقال عز من قائل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إلا أننا إذا اختلفنا في جانب الأخلاق هنا تكون المشكلة الكبرى، لأنه مهما اختلف الدين ومهما اختلفت الثقافة ومهما اختلف الفهم، فإن ارتكاب الجرائم لا يمكن أن يختلف فيه اثنان ولا ينطبق فيه رأيان. الأخلاق هي أساس المجتمع وهي قوام الحياة، بدون الأخلاق لا يمكن أن يحيا الناس حياة كريمة، وبدون الأخلاق لا يمكن أن يعيش الناس عيشة طيبة، وبدون الأخلاق لا يمكن أن يأمن أحد على نفسه أو على عرضه أو على ماله. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق. الأخلاق كلمة جامعة تشمل كل خير، فأنت إذا وجدت إنسان في عمل صالح أو في فعل طيب فاعلم أنه على خلق، وإذا رأيت إنسانا يشذ عن هذا الطريق ويدعي ادعاءات كاذبة أو يتخلق بخلق معوج أو تراه في وضع سيء فاعلم أنه ليس على دين كامل أو على ليس على فهم صحيح للدين. ولذلك أمرنا الله عز وجل بأن نلزم جادة الأخلاق، وأن الأخلاق هي المعيار الذي يدل على حسن التدين، وأن الإنسان الذي يتدين ويؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويؤدي الصيام ويؤدي الحج ثم لا يكون له حظ من الأخلاق فاعلم أن عبادته لم تؤثر فيه. لا بد أن تظهر آثار العبادة في الأخلاق، وأنت إذا تأملت مفردات العبادة التي تحدث عنها القرآن الكريم وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها تحدثك عن الشعيرة، ثم تبين لك أن الغاية منها هي مكارم الأخلاق. تأمل قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الفحشاء والمنكر لا يمكن أن يتفقا مع الأخلاق. ولذلك جعل الله الصلاة وهي العبادة التي يلتقي فيها الإنسان بربه خمس مرات في اليوم والليلة. هذه الصلاة التي جعلها الله فرضا على كل إنسان لا تسقط عنه أبدا حتى يفارق الحياة أو يفقد عقله. إن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي جالسا، وإن لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي نائما مستلقيا يومي بعينيه إلى هذا الحد.
شدد الله عز وجل في طلب الصلاة، ثم بين أن الهدف من هذا الأمر أن الإنسان يجب أن تكون صلاته مدخلا للأخلاق الطيبة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كذلك الأمر فيما يتعلق بالصيام، لقد شرع الله الصيام وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل الشعيرة وهي الامتناع عن شهوات النفس في اليوم من أول طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، جعل الهدف من ذلك ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات، ولكنه جعله مدخلا للأخلاق الطيبة التي تحفظ على الإنسان الإنسان وتحفظ عليه عرضه وتحفظ عليه نفسه، فلا ينحرف في قول من الأقوال ولا يسب ولا يقبح. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول في الحديث القدسي إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وقال مثل ذلك في الحج فقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ولا تتسابوا ولا يعب بعضكم على بعض ولا يغتب بعضكم بعض، وذلك إعلاء للإخلاق وإرشادا للناس أن تكون حياتهم وأخلاقهم نظيفة وسلوكياتهم في الحياة نظيفة. أيها الأحباب، إن الإسلام يهدف أول ما يهدف إلى أن تكون أخلاق الناس جميلة. جمال الأخلاق هو هدف الإسلام، جمال الأخلاق مع الناس ومع الزوجة ومع الأولاد ومع الأصدقاء ومع الأساتذة ومع القادة ومع الرواد ومع المفكرين ومع العلماء، جمال الأخلاق في كل جانب من جوانب الحياة. إذا انحرف الإنسان عن هذا الأمر فليعلم أنه قد خسر خسرانا مبينا، وأنه قد فاته أمر لا يمكن أن يعوضه. إذا ضاعت على الإنسان الأخلاق فإنه لن يستطيع أن يعوض الهدم الذي يترتب على ضياع الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. إن قوما قد يشزون عن الأخلاق الطيبة فلا تجد منهم إلا حصرا، ولا تجد من أفعالهم إلا خطرا على حياة الناس وعلى حياة المجتمع. إن كل جريمة مهما صغرت أو كبرت أساسها انعدام الأخلاق، فالذي يقتل لا خلق له، والذي يسرق لا خلق له، والذي يتخوض في أعراض الناس ولا يكف عن الكلام ولا عن السباب ولا عن ذكر النقائص والفضائح هو إنسان لا خلق له، لا خلق له، وقد شوه حياته وشوه سمعة المجتمع وآذى نفسه وآذى الناس، وذلك بسبب ضياع الأخلاق. إن علينا أن نتواصى بالأخلاق وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أضفاه عليه ربه من جمال الأخلاق. إن جمال الأخلاق هو أساس تقييم الإنسان، وهو الأساس الذي سيحاسبنا الله عز وجل عليه. الناس قد لا يعرفون الدين وقد لا يكونون من العلماء الذين ذاكروا العلم. الإنسان يبرز قيمة الدين بأخلاقه، وأنت إذا رأيت إنسانا متدينا في أي مجال من المجالات وأي بلد من البلدان ثم لم تجد له أخلاقا فاعلم أنه يضر الإسلام قبل أن يضر الناس. الناس لا يعرفون الإسلام من الكتب، ولم يقرأوا الحواشي والمتون كما قرأناها على يد شيوخنا وأساتذتنا، ولكنهم يقرؤون الدين من أخلاق الناس. إذا وجدوا إنسانا صادقا قالوا إن ذلك هو الإسلام، وإذا وجدوا إنسانا وفيا بعهده قالوا إن ذلك هو الإسلام. إنهم يتعلمون الدين من الناس من الأشخاص، والإسلام قد انتشر في الشرق والغرب وذهب إلى آخر الدنيا بأخلاق التجار وبأخلاق المسلمين وليس بالسيوف أو بالقوة كما يزعم الله. الإسلام انتشر بالأخلاق، فعلينا أن نحرص على الأخلاق وأن نعيد نظرة في حياتنا. إن الأخلاق اليوم تتعرض لخطر ماكر، وذلك عن طريق تلك الجرأة التي تتخوض في الأعراض
وعن طريق تلك السلوكيات الخاطئة التي نراها في أجهزة الاتصالات التي نحملها والتي تنتهك حرمات الناس وأعراضهم، ثم تتخوض فيهم طعنا وسبا وشتما وإظهارا للنقائص، كأن الناس يتسابقون في إظهار هذا الفحش وكأنهم في مسابقة للفوز فيه. هذه جريمة في حق الأخلاق وجريمة في حق الدين. إن المسلم لا يمكن أن يتميز على غيره إلا بالأخلاق، وإن أي إنسان مهما كان دينه ومهما كانت ملته إنما تتمثل قيمته في الأخلاق. الدين سيحاسبنا الله عز وجل عليه، أما الأخلاق فإنها هي الثمرة التي نجنيها في حياتنا، فعلينا أن نتواصل فيما بيننا بالأخلاق الطيبة، وعلينا أن نكون أهلا للتلقي عن الله عز وجل في أحكام دينه التي شرعها لعباده كافة، فنطبق نترجم هذه الأحكام إلى أخلاقيات تحكم حياتنا وتسود تصرفاتنا حتى نسعد في دنيانا وأخرانا. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمكارم الأخلاق، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على هذه الكلمة المباركة: نفعنا الله بعلمه. أيها الأحبة الأكارم، ما زال لقاؤنا متواصلا من ساحة مسجد يوسف الصحابي في حي مصر الجديدة في اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي السابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية. الآن إلى كلمة فضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة في مديرية أوقاف القاهرة، شرح الله صدره وأجرى على لسانه الحق الذي يرضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبداية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فأتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أن فتح الله جل وعلا على يديه هذا الخير العميم وهذه الدعوة في جميع ربوع مصر، حفظها الله جل وعلا. كما أتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري إلى أستاذي ومعلمي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، فهو أستاذ كبير وعالم جليل وشيخ عظيم، وأنا من تلامذته. كم قرأت آراءه الفقهية، وكم كنت متعجبا من عمق فكرتها وعمق ترجيحه، فأنا ابن فقه مقارن كما من نفس التخصص الذي فيه أستاذنا الجليل. وأما عن موضوعنا وهو موضوع الانحراف الفكري، فالانحراف الفكري موضوع ذو أهمية عظيمة في وقتنا المعاصر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعثه بدين وسط، قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسطية معناها عدل بين إفراط وبين تفريط، عدل بين أمرين، الأول الإفراط والثاني التفريط، فأي وسطية لا بد أن تكون بين نقطتين. يعني إيه الكلام ده؟ أي أمر وسط لا بد أن يكون بين نقطتين ويبعد عن النقطتين بنفس بعده عن الآخر. فمثلا الشجاعة، ها
هذا خلق، هي وسط بين التهور وبين الجبن، وتبعد عن التهور وتبعد عن الجبن بنفس المقدار. فالجبن مثلا يبدأ عند واحد وينتهي عند اثنين، عند اثنين يبدأ الشجاعة، تبدأ الشجاعة تنتهي عند ثلاثة فيبدأ التهور. فكأن الشجاعة ملتقى يلتقي عليه التهور ويلتقي عليه الجبن، كذلك أمة محمد ملتقى تلتقي عليه جميع الأمم، لأنها أمة وسط، وسط في كل شيء، في تشريعاتها، في أخلاقياتها، في معاملاتها، في سمو حضارتها، في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حتى المسلم في وقت غضبه وفي وقت رضاه لا بد أن يكون عدل. تخيل معايا، حتى في وقت الغضب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. سبحان الله، في وقت الغضب، وإن أخذه الغضب ولج في الخصومة أتاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، آيات المنافق ثلاث منها إذا خاصم فجر. عشان يقول لك ديننا دين وسط، لا يقبل الانحراف يمينا أو شمالا، لا يقبل الإفراط ولا يقبل التفريط، لا يقبل أن تنحرف بالفكرة عن يمينها أو عن يسارها. ولذلك لما جاء فتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد من طريق أبي أمامة الباهلي، يقول: جاء فتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بالك من التعبير كويس، يقول فتى شاب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، رخص لي في الزنا. القضية الزنا محرم، وعندنا من الآيات والأحاديث الكثيرة التي دللت وبرهنت على أن الزنا فاحشة ومعصية عظيمة. فجاء هذا الشاب وقال: رخص لي في الزنا. ومعنى رخص، معناها: يا نبي الله، أنني اطلعت على الأحاديث الواردة في المعصية والآيات الواردة والعقوبات الواردة، ولكن أريد رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقوم بدور القائد والمعلم، فالصحابة قالوا: مهما، يعني أمر عجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه مني، يعني هتقولي يقعد في ريحي كده. شوف التعامل، مع ان في انحراف بالفكره، هو انحراف بفكره الزنا ويريد رخصه لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في بيئه كلها غيره، غيره على المراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه لأمك؟ فقال: لا، فداك أبي وأمي يا نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. هل ترضاه لعمتك؟ لا، فداك أبي وأمي يا نبي الله. كذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. هل ترضاه لخالتك؟ هل ترضاه لأختك؟ وفي نهاية المقام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي درسا عميقا لأمة المصطفى، وهو ألا يقيم الإنسان على لحظة خطئه. خد بالك كويس من القضية دي، الإنسان قد يكون معتدلا طيلة 40 سنة ويقع منه خطأ في لحظة أو في ثانية أو في جزء من ثانية في عمره، فيترك المسلم 40 سنة ويقيم على هذا الخطأ. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيك درسا عميقا، وهو ألا تقيم على ذلك، وإنما
وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة الكريمة على صدر هذا الفتى وقال: اللهم أذهب همه وغمه وحصن فرجه، اللهم أذهب همه وغمه وحصن فرجه. فيقول أبو أمامة الباهلي: فتبعت الفتى فوالله ما نظر إلى امرأة قط، بفضل دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الانحراف بالفكرة عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمة عالية، ليعطي درسا عميقا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألا تتعامل مع المنحرف بفكرة على انحرافه، وإنما همك أن تعدل سلوكه وأن تعيده إلى جادة الصواب وأن ترده مرة ثانية إلى الحق والعدل. هذكر في ثانية أو دقيقة أمر، وهو أن نبيين سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم السلام نزلت بعض الغنم فأكلت من حرث القوم، فحكم سيدنا سليمان بحكمه وحكم سيدنا داود بحكمه. إيه اللي حصل؟ ربنا بيقول إيه؟ ففخمناها سليمان. على طول القارئ المسلم يفهم من ذلك أن سيدنا داود أخطأ، يقول لك لا أوعك تقيم على كده، وكلا آتينا حكما وعلما، عشان ما تقيمش على لحظة الخطأ أوعك. وهذا درس عميق أردت أن أسوقه في هذه العجالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة في مديرية أوقاف القاهرة. أيها الأحبة الأكارم، سئل حكيم يوما: متى تؤتي الطهارة ثمارها؟ قال: اغسل قلبك قبل جسدك، واغسل لسانك قبل يدك، وأحسن الظن في الناس. إذا كان لك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ ليس عليك إسعاد كل الناس، إنما عليك ألا تؤذي أحدا من خلق الله. أيها الأحبة الأكارم، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد الله بدران. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا حنانه أن
شاك يا صورة من حسنه قد جملت، من ذا الذي بجماله حلا ومن الذي بألست أسمعك النداء، ومن الذي إن تسألني لباك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن سيدي يا رسول الله دار النبي أحق أن تهواها وتحن من شوق إلى يتلى على خير البرية طه، دار بها جبريل يمشي راجلا، شرفت به الغبراء إذ وفى، بدر الوجود بنوره جلاها. يا أفضل الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام لأراك يا خير الورى، وأشم عطرك في المقام، أنت الشفيع بإذنه يوم القيامة، والزحام الحوض حوضك سيدي، تسقي الأحبة بالدمى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على خير البرية أحمد، من بالشفاعة والمقام تفردا، صلوا عليه مدى الزمان وسلموا، ما رفرف الطير الطليق وغردا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ عبد الله بدران، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الإيماني.
ضمن الأسبوع الثقافي السابع الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.